يا مرحبا الساعة، يا اهلا وسهلا، ويلكم فورت نايت سيف ذا وورد. على قولتهم انقذ العالم. الحين ان شاء الله بنخلص هذا بلوك بوستر خلاص. اسميه بنت طويل، اسميه طلع الروح والله في الجروب دايركت، ما لحقت حتى اروح ارمري اي شيء، ما سويت اي شيء، كفو عليهم والله. Gain more XP by playing with others. ليش ما دقيت XP boost؟ هل لازم تدق XP boost والله؟ صدق لازم، في أي شيء فيه لازم أكسره. ولو ما ارتاح. وين هذا؟ أيوة. أشوف أنا شيء شو يعني؟ تحت الأرض هايل. أما من تحت الارض طالعي والله الوبنز مالهم حل الصراحة. زين هذا بحم كلهم قبل لو اوصل، وانا با هذا بحم ملي يا اخي. حصلنا سيدة هالمرة. قربنا قربنا خلاص، ما تم شيء. لا تقولوا لي احد يقول لي ليش بوست وهذا، وحد ما في، لا ترحمه دام انه موجود. ودقينا هيكل 200 باك، باركم تشوفون الفيديو يوم كسرت 268 لاما ورا بعض ساعة وشي، وانا بس اكسر بوكسات لوت بس ما اسوي شيء. ما تبون كل هذا جندري يكون بعد موجود، اجباري يكون موجود طبيعة الحال. أجر الدنيا دامك تستطيع، لا تقصر فيهم، عيش مرتاح. بعدين أنا داش متأخر اللعبة، لازم نسوي كاتشاب. فلا شو اسمه، بس إذا بتسألوني أقول لكم لا تشترون الصراحة. اللوت مش وايد صعب في الجيم، في طرق وايد اكتشفتها بعدين وببلاش. الواحد يحصل منه بلاوي بدون ما يتعب عمره بزيادة. خلهم خلهم يسوي اللي يبونه. احنا اخر مهمة بلوك بوستر، بنشل ليجندري. يعني صاروا كل مكان سن مكان، انا بس يطالع من الفايت قاموا يسوي سبون علي انا. اين العدل في هذا الموضوع؟ دامج حالفة تموتين مو دانيت انا اصلا بيت من اخر الدنيا بس حق الوحج. تعال اقول انا مو دانيكم انتو. ول 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 كنت مو تشوف شي. ثانك يو، احب الهدايا انا. في احد فيكم يحب الهدايا؟ كلكم تحبوا الهدايا. اهم شي نحصل موت والله. تبطيل الصناديق مرات احس اهم تبون صدق، لان الصندوق يعطيني اوكي اولموست كاب، لان كاب عندي 3000 الحين ما وصلته ولا مره. ابغى اوصله. من قمت اتضارب في السورد هذا قمت ما اخسر كل شو اسمه اللي عندي. لحظه في هديه هنا، شو السالفه؟ مسكر دري بعد. عيشة عطني برجر بطل باب. وين ما يصير يسمون عليه شو يستهبلون هاي. في سيرفايفر، خلنا نسير نخاف. تعال بالسيف والله نخافك. تعال عارف يا سيدي مو عليك بس فكني. تعال هات الهدية مالي. ثانك يو، ما اعطاني الخايس حق اسوي ليجندري. ميت شو زين لو تريا كنت بسوي له رز.
استهبل. وين هذا؟ هذه الهدية. Destroy servers and dwarves. Please if you see some. قم. ها شو وين ساري الحق منو هذا؟ استهبل؟ ما سويت له سيرش بعد يا ولد. ها؟ You found a survivor medkit. اوه عجيب. شو يسوي لا تسألوني ما أعرف. لكن حصلنا زين. شعره من رأس الخنزير غنيمة. جيد. وين هذا؟ لا تزعق ودني إذا أنت ما حد. والله متعايز أسوي سيرش أي شيء لحظة. وين هذا؟ ندور سامون. انا والله كلها ادور بس حق قطعه اسوي ليجندري. ابي اسوي قطعه مال ليجندري هاي مش قادر احصلها. خلينا نركب هذا ونشوف الاوضاع في الخريطه. اشوف كوستة هناك. انا عمي بوصل كاب. قولوا منهم فيكم يبي يشوف 3000 فوق ناقعة؟ من يبي يشوف 3000 فوق ناقعة؟ انتو هذا بنت بنت يعني مفروض اول بنت سوي لكن المفروض انه يعطينا شو؟ سامون طر. والله المفروض يعطينا سامون طر. خلاص لا تطفون حريق اذا استوى حريق خلاص. شو؟ يبوز التوغلوت واكتبيت تيم بوس. يلا خلنا نروح وقت الضربة. انا ترياهم بس يا فرم ترياهم يخلصون الامور. حكيم حكيم يكون اريح نص الكاب بعد. وينهم؟ ذاك الصوب. عندنا اثنين 2 بوينتس. ها اوكي هاي بتكون شوي شغلانة وما اظن بيخلونه سهل لانه من حصل ليجندري. نشوف من حصل سكيماتيك ان شاء الله. مش اوبن سكيماتيك شي محترم. في سلاح انا اصلا ابغاه حصله زين. انا الخشب للحين انه ما احتاجه ترى. اوكي بساعدكم. ايه اقول افا دقيت كل دون بالغلط. افا انا الكول داون لازم كان رقم 5 الاول كول داون مالي شو داش فورورد لو تذكرونه. ويوم غيرت الشامبيون مالي كل شيء تغير. قمت ادق هذا بالغلط دوم. والله السلاح مضبوط ما عندي ريلود ما عندي شيء متوهق. والله يضبط الصراحة شيء يضبط الامور. فالحين كل شوي ادق 5 وانقع الكول داون. يلا الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. يلا دوروا بلو جلو ساعتين. لازم نتحرك يعني ولا كيف؟ ابى اشتري الشامبيون ذاك بجولد. والله فنان بس ما ادري كم جولد بحصل. تعال
اسر كل شيء من صغير. ها بلو جروف خلنا نشيل واحد. انتم هنا. هلو جايز. هلو. هذا ليش عايش؟ حيوان ليش ذبحتك؟ مستمتع انا. خرب علي المزاج والله. بلو جلو تعال شله. ليش اسكسر خشب انا؟ اظن عندي رصاص مال 500 مهمة جدا. والله. خلنا نصير نسوي شوي اكشن. نخلص المهمة يلا. وين مهير؟ موجودة؟ عندي بدري في السالفة. اوكي البوست. وانا ما عندي بدري. هلا بالعيد. يلا يلا وصل كاب ذبحتنا. ايش دق هذا؟ مو فايدة. ابا كاب ابا كاب اليوم ابا اوصل كاب خلاص. تنحت وياي. خلص كوست في دربنا. وين الكوست؟ آخر الدنيا؟ خلنا نروح. الصوب الثاني. يلا ليش مسوي الازعاج ودنيتي؟ انهض. هاي يسوون سبون هني. ها لحظة. إذا انهم يسوون سبون هني راح تكون معنا.
لازم شو نسوي؟ وين صار؟ نسوي هذا؟ هذا يخليهم ما يسوون سبون هنا قريب. ما بهم يسوون سبون قريب. بيريحنا من وراسهم شوي. دائما اكسروا الجدار من زاوية تستريحون حياتكم. وين هذا؟ باقي الثاني خليه يروح. Aha. Activating in 5 seconds. Let's go. You got this, Commander. Okay. حبس لهم هني. هذا البنفسجي خايس صغير يتحرك وايد. عشر دقايق هذا ثم هذا بعد واحد ثم هذا. مشكلة ما تشوف الصوب الثاني. يب جيج يب يوني. هاي يا بني هنا قلت لكم بيوني. اخر اللوت الخايس
بجد الحركة اللي تسويها. برجع لهذا. ما صار هالغبي؟ ليش الكف تصدقون؟ والله الصوب الثاني صار عندهم. خيتني السحرة ما دانيها نهاية. ما ادري ليش حسيت في حد داخل. مو مات هذا. اشياء عندي. حد قال انه محتاج لنا؟ باقي لي كم؟ 23 واحد غير. اح معاكم اللي العنف انتم. بناكم سوي لوت بعد. شوارما والله سويتهم تعال. لين عندي بعد ما يستحون. يزيدون شوي. ثلاثين
أراوك شغل كيف أسوي شاورما ولا ما أسوي شاورما. تعال أراوك. الله إني وحش. كفو كفو كفو. هيك الخايس اللي تقصف يخرب بيت الصراحة. تهدد سويت منشط حق السقف طحت تحت. مش طبيعية. ايه بروح مسكر عليهم. ذكروني اسوي بوست مرة ثانية. موجود اكس بي بوست الحين ها؟ اهم شيء اكس بي بوست. نبى نلفل بسرعة. ما عندي صبر انا. اسمع عندي مليون بعد اكس بي بوست. ما ادري 50 60 حبة. حلو. خلنا نشوف ايش حصلنا الحين. دون نشوف ايش حصلنا بعد هذا الفرق. نايس جولد. ادور الجولد دوار والله ابغى اشتري هذاك. اخيرا حصلت قطعه اسوي فيها ليجندري. شو ال خلينا نروح ترك. شو نيب سبلايز تاني هاته. شيري هاتي يلا روح باك. شو حصلنا هذا. هذا والله خير سوي فيه صراحة. almost full. بعد الشنطة قد ما أكبرها تستوي almost full. خلنا نشوف شو اقدر اسوي. اسوي من هذا كم حبة. ثلاث حبات بسوي. بس ابى اسوي هذا. ابى اسوي سبون. اقدر اسوي الستور. لا ما اقدر. بايدر سايكل ثم باكم. لا قبل لا نسوي لهم ريسايكل براويكم شو السالفة. هني كولكشن بوكس. حلو. سوالف اللي ما استعملها مثل هذا الليجندري ابا. في شيء ما ابا هذا مثلا. نشوف الاكس بي يزيد. نسوي له بيرمننتلي سلوت. زين وتشوف الريورد. شوف كل ما نلفل نحصل شيء. واللي هو ترى شيء فنان يعني اذا تسوونه حلو. واظن اللي بالامية اخره ما كنت غلطان. ما اعرف شو اخر اللي بس بالطريقة هاي هو يشتغل يعني. زين الحين بنفتح بعد سلوت زيادة. حلو. خلنا نشوف عندك اكس بي بوست للحين ها. بعد استعمل. ما يخلص اكس بي بوست هذا ما يخلص. زين لحظة عندنا هذا سوي له كولكت. عليه كولكت. زين نروح على السكواد. مش ناتي دوت مباهن. ابا كنت شو اسوي؟ شو كنت بسوي؟ ايه سكيلز. مش سكيلز والله كنت بارويكم شيء بعد ثاني. بس نسيت شو كنت بوريكم الصراحة يعني. المهم باك باك عندنا ليجندريز عندنا كل شيء. لفلنا وايد شغلات. والايفنت ما خلص. والايفنت ما خلص. ريفو. الو لو ما علينا. شوف في حل خير يا من فورتنايت. ومشكورين على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.